الفرقان الذي هدى به العمياء إلى صراطه المستقيم، وصلى الله على خير البرايا السراج المنير محمد الخاتم المبعوث رحمة للعالمين. أما بعد، أيها الإخوة، الانحراف عن صراط الله المستقيم يمنة أو يسرة مثله كمثل التيه، كمثل الضلال في التيه والمفاوز المهلكة. إن لم يقطع السالك عن الوصول إلى مرامه بالهلاك أطال عليه الشقة وأذاقه من صنوف المخازي والمتاعب ما كان مستغنيا عنها لولا خفة عقله وطيشه. وما أمر الألم وأعظم النكبة إذا رأى نفسه أو من يشفق عليه من بنات وأبناء في دوامة الانحراف وهو واقف موقف المشاهد مكتوف الأيدي، مكتوف الأيدي حين فات الأوان ولا تحين مناص. أيها الإخوة، يلزمنا في كل مكان سيما في هذه البلاد التي تعقدت فيها الحياة وتعقدت مظاهر الحياة واختلطت الأفكار والعقائد والنظريات، يجب أن ندرك أن أسباب الانحراف مختلفة، لا تشخص بتشخيص واحد فتسيء في علاجها، لكن مع ذلك نجعل أدواء القلوب وأسباب الانحراف نجعلها على سنن كتاب الله في خانتين تحتهما ما لا حصر من العلل والآفات المردية. أولاً، الانحرافات العلمية المعرفية الفلسفية بسبب رهبة كبيرة من عقول ثقافية ينهزم ويستعظم رونق ألفاظها ودعاياتها. الثاني، انحرافات سلوكية عملية بسبب ضعفه أمام لذائذ اللهو والترفيه والشهوات. غالباً يكون الأمر مركباً من هذا وذاك، شهوة تقود إلى شبهة أو شبهة تقود إلى شهوة، وهذا في تعبير عصري، ويمكن أن نعبر عن هذا المعنى بتعبير أقرب إلى كلام الله فنقول أمراض القلوب، والله تعالى سماها أمراضاً، الانحرافات سماها أمراضاً. أمراض القلوب قسمان اثنان لا ثالث لهما. الأول مرض الشبهات، مرض الشبهات، وذلك بفساد التصورات عن الحقائق والتباس الأمور على البصائر. والثاني مرض الشهوات، وذلك بطلب النفوس ما يضرها في حالها أو مآلها. وما أهمية ذلك؟ إن هذه القضية لأمر جلل، حيث إن سلامة القلب من شروط السلامة يوم الندامة الكبرى. يقول الله تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وقد نص القرآن الكريم في تفاريق نصوصه على النوعين من المرض، فهاك على سبيل المثال مرض الشبهة، مرض الفساد في النظر والتصور. يقول الله تعالى عن المنافقين: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون
في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. فهذا مرض في التصور، مرض في تشوش الفكر. وإنك لترى أن المرض مقرون بالألم والشقاء، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. إذن فالمرض مقرون بألم، سواء كان المرض الجسدي أو المرض المعنوي القلبي، مؤداهما إلى ألم وشقاء. بيد أن الفرق بين المرض الجسدي أن منتهاه موت الجسد ولا منتهى لمرض القلب. أما مرض الشهوات فيقول الله تعالى فيها مخاطباً لأشرف النساء وأعظمهن حرمة، نساء النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن في القول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فأمر الله تعالى النساء بعدم ملاينة الكلام مع أجانب الرجال كي لا تطمعهم في نفسها. واستفد من هذه الآية دروسا وعبرا وإن كانت في غير موضوعنا. أولا، أن صوت المرأة العادي ليس عورة. ثانيا، أن المرأة مأمورة بالحشمة والحياء في كلامها مع الرجال الأجانب. ثالثا، تعليل ذلك، علة ذلك، تعليل ذلك الأمر بأنه يوقظ نائم الطمع في قلوب الرجال، وذلك صوت، هذا صوت، فكيف بغيره من إظهار المفاتن والبشرة والسفور. ثم أيها الإخوة، القضية الرابعة التي نستفيدها من هذه الآية: المخاطبات نساء النبي صلى الله عليه وسلم، يا نساء النبي لستن كأحد من النساء. فالخطاب موجه لنساء النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا أمكن ذلك معهن، ولا أقول منهن، إذا أمكن ذلك معهن وهن أعظم النساء حرمة وأكبر النساء مكانا، فكيف بغيرهن ممن ليست مكانتها كمكانتهن ولا حرمتها كحرمتهن. داء الإنسان من نفسه، داء الإنسان من نفسه وعلاجه فيه، يعني أن أسباب وأدوات ذلك كلها كاملة في نفسه، كمون النار في العود ما انقدح حتى اشتعل. يقول قائل: دواؤك فيك، داؤك، دواؤك فيك وما تبصر، وداؤك منك وما تشعر، وتزعم أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر، فأنت الكتاب المبين الذي بأحرفه يظهر المضمر، ما حاجة لك من خارج وفكرك فيك وما تصدر. فما العلاج؟ تدبر القرآن الكريم أيها الإخوة أنجع علاج جامع لعلاج المرضين، المرض الفكري والمرض السلوكي، وهذا لا يكاد يوجد في غيره. يقول الله تعالى واصفاً أثر الكتاب
على نفوس الناس. يقول الله تعالى: ليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فتخبت له فيؤمن به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. إن للقرآن سلطانا قاهرا على النفوس يخبتهم، يعني يخبتهم معناه أنه يذلهم ويجعلهم منقادين منقادين منصاعين، فينقادون له طواعية وقلوبهم مطمئنة. وإذا تهيأ المحل بالإيمان لان لقبول الحق والإذعان. ويقول الله تعالى واصفا أيضا تأثير القرآن على القلوب والأبدان، يقول الله تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في وصف جامع مانع لكتاب ربنا، يقول: ستكون فتن، قيل: فما المخرج؟ قال: كتاب الله. كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم وهو الفصل ليس بالهزم، من تركه من جبار قسمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، فهو حبل الله المتين والذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، وهو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة ولا يشبع منه العلماء ولا يخلق عن كثرة الرد ولا تنقطع عجائبه، وهو الذي لم ينتهي الجن إذ سمعته أن قالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا. هو الذي من قال به صدق، ومن حكم به عدل، ومن عمل به أجر، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.